الأهم إني أنا بلشت، الشغلة الأهم إني أنا حصلت على اللي بدي إياه، حصلت على إني أنا كفيت دراستي، حصلت على لنفترض على طرف، حصلت على أقدر إنه أنت شخص قوي لما بتوقف على رجليك، عرفت قصدي؟ نعم يعني كنت برجلين وكنت برجل وحدة، شخص قوي. تمام، بدي كذا كنت اقوله، مو توقف على رجليك، توقف على رجل واحدة ايه بحالتك انت. ايه على رجل وحدة، يعني انه توقف وانت متمكن، نعم يعني ما بيهم انه انت قديش ربحت، ولا بيهم انه قديش انا اوكي خسرت، انا خسرت ست 7 سنين من عمري بحكم ولا اي شيء، وبحكم انه صارت ظروف، بس هاي الظروف علمتني كثير اشياء، وعلمتني انه ما استسلم، وعلمتني طول ما في امل في حياة وهيك. يعني والله يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ولكن انت بتخليني احيانا عاجز عن الكلام، فلازم اول شيء اجمع افكاري وبعدين ارجع احكي يعني. ف طيب يلا بالفعل خذ وقتك. بالفعل 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 يعني لو يعني وقت يكون في امل يكون في حياة. و عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. طيب ديما، انت بلشتي بانك تشتغلي تصميم ديكور بهذا المجال، وبنفس الوقت انت كمان ناشطة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عندك كمان يعني شيء انت بتساعدي كمان الناس اللاجئين او من هالشغلات هيك. ممكن تحكي لنا على هاي النقطة كمان اللي انت بتعمليها؟ الفكرة أنه أجت من بصراحة مساعدة اللاجئين، لأني بحكم أنه أنا مريت بنفس اللي مروا فيه. هلأ مثل ما قلت لك، ما حدا بيختار ظروفه، يعني ما حدا بيختار نعم المعيشة ولا المناخ اللي هنه بده يعيشوا فيه. فاللي صار أنه بهذا الوقت، وبرغم أنه نحن هلأ بوقت صعب، فأنا كشخص ساعدت غيري كسعادتي بصراحة يعني. ولما أنا بشوف شخص مبسوط أنا مبسوطة، لأني أنا لما بشوف قوته أو بشوف إن الطاقة عنده أنا بستمدها منه، عرفت؟ فأنا لما بشوفك أنت منيح وبخير فهذا شيء كتير عظيم لألي بصراحة. فنحن بهذا الوقت بحاجة بعض، بهذا الوقت إذا ما أنا ساعدتك وأنت ساعدتني ما رح نوصل. نعم فالفكرة أنه طلعت معي أنه هذا مع الجمعية تشوز لوف اللي كانت هي بتساعد اللاجئين. فالفكرة أنه أنت لما بتمشي 1 مايل وبتكتب مثل قصة صغيرة عنك، يعني أنه بحكم أنه أنا لاجئة ببريطانيا وكتير أمور مثلا مريت فيها وأنا حابة أساعد اللاجئين ببساطة هيك، يعني 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 ببساطة كتبت القصة بصراحة، يعني هيك بكتير اختصار، ونزلوا عندهم على الصفحة التبرع نعم الحمد لله. يعني مشيت الون مايل، وأنا حطيت يعني مبلغ كتير صغير ما له كتير كبير يعني بصراحة كبداية، عرفت؟ فأنا قلت إنه ما قديش بدي كان أمشي. المبلغ؟ المبلغ هو كان 1000 باوند. نعم وهي كانت الفكرة بدها، وغطينا تقريبا يعني في كتير أشخاص يعني مشوا كمان، ما بس أنا، قطينا 70,000 باوند ب40 يوم، واو 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 عرفت؟ يعني من خلال هي هاي كانت المبادرة اللي 40 يوم انتو عملتوها. من خلال هاي المبادرة، يعني بخلال هذا الشيء العفوي اللي صار بصراحة. نعم فالفكرة أنه أنا حطيت هذا المبلغ الصغير خوفا أنه أنا ما بدي أكون خيبة أمل لحدا، فهمت قصدي كيف؟ فكان عندي شوية تردد انه بلكي انا ما جمعت هذا المبلغ، بس بفضل رب العالمين عن جد، وبفضل الناس الطيبة والناس اللي لسه في عندها أمل وخير بهاي الحياة، قدرنا نجمع هذا المبلغ يعني، ويكون يمكن لأي حدا محتاج دواء. أو لك، أنا دائما أفكر انه بالولاد الصغار، أفكر انه الولاد ما عندهم هذا الإدراك اللي مثلا سبب الحرب، عرفت؟ وسبب الأشياء اللي صارت. مثلا في كتير أولاد بتنسأل إنه أنا ليش عايش هون، فهمت قصدي؟ نعم فدايما أنا عندي خوف كبير وعلى الأطفال يعني بصراحة،
عرفت؟ هلا اكيد بخاف على الـ على الـ علي علي على كل العالم يعني، وعلى الكبار، بس المقصد انه الطفل انه بيضل في عنده نقص يعني، عرفت؟ لما هو بيكون بحاجة لعبة يعني، عرفت؟ فعندت انا بتعمل لي هي حرقة بقلبي. نعم، فالحمد بتشكرك لله. كثير، بتشكرك كثير على هاي المبادرة يعني. ويعني 70,000 باوند جنيه استرليني رقم ماله هين أبدا يعني. بتخيل قدرتوا من خلال هاي المبادرة تساعدوا مئات الأطفال إذا مو الآلاف يعني، إن شاء فشغلة الله يا كثير رب. حلوة. طيب خلينا نرجع لديما. ديما عندها حلم حابة تحققه، أحلام ديما ما بيخلصوا، وعندها ديما عندها حلم. ديما بعد ما أخذت الرجل هلا الاصطناعية اللي بتمشي عليها المشي عادي، ديما في عندها حلم. I have a dream. شو هو الحلم يا ديما؟ مثلا بلش وانا ما عندي رجل، عرفت يعني؟ هي الصعوبه لما بتوصل لاحساسك، عرفت؟ نعم. انه هي الصعوبه الامكانيه، انه انا كيف بدي ارجع، كيف بدي ارجع اركض مع هذا الحلم؟ وانا كان حلمي من قبل ما افقد رجلي انه اوصل للبارا اولمبيكس. كيف وليش ما بعرف، بس يعني عندي بدك حلم توصلي انت انا. للاولمبيات ل ل ل اللي بعتذر عن الاسم، ولكن اسمه اولمبيات ذوي الاحتياجات الخاصة. تمام صحيح. تمام الفكرة ايه، تفضل. نعم، ولكن تفضلي تفضلي كملي. فالفكرة انه لما فقدت رجلي بصراحة ضل هذا الحلم يعني، انا ما استسلمت، مش انه ما استسلمت، بس مثل ما بنقول خبيته يعني شوي، عرفت كيف؟ يعني مثل هيك عملت له هيك شوية تغطية عنه. فالفكرة انه انا لما اخذت الطرف كان عندي نفس الإحساس إنه لا، أنا رح أوصل لحلمي، الكام بطرف والكام بلا طرف، عرفت يعني؟ هلا من إحنا بنشوف مثلا بالبارا أولمبيكس، في كتير عالم مثلا على الكراسي، في كتير عالم مثلا من واو، عرفت يعني، في كتير عالم ما بتشوف بيركضوا، نعم، عرفت؟ من جميع يعني المشاكل، ومن جميع صحيح الإعاقات يعني اللي صحيح. ممكن تكون موجودة الجسدية يعني. ايه، فالفكرة انه لا، انا رح كفي فيه، بس مثل ما قلت لك انه بس خبيته شوي، بس لا مثل واحد بيقدر انه يوقف مثلا ويبلش انه اوكي، انا امنت على الطرف اللي بيقدر بيسهل علي حياتي والوسيلة اللي بتقدر بتساعدني. ايه، بس هلا عندي الحلم الاكبر اني انا احصل على الطرف الركض وارجع ادخل على البارا اولمبيكس. والحلم يعني، والحلم رح يصير حقيقة بتخيل يعني. إن هو شاء الله. يعني انت المبادرة اللي عملتيها كمان عندك على حسابك على الانستغرام، نحن حنترك حساب ديما كمان على الانستغرام بحيث انه تشوفوها لديما يعني على الواقع يعني، وتشوفوا هي شو بتعمل يعني. هي انسانة كتير نشيطة، دائما بتروح بتلعب رياضة، تقريبا كل يوم بتروح بتلعب رياضة. صحيح. وفي هي تاركة اللينك تبع المبادرة تبع اللي اسمه خلي ديما ترجع تركض من جديد. وهذا عن طريق هذا اللينك فيكم تتبرعوا بأي مبلغ كان، أي مبلغ أنتم فيكم تتبرعوا فيه، إن كان يورو واحد أو دولار واحد أو باوند واحد، وتساعدوا ديما إنه عن لا، قريب الله ترجع يخليك، تركض يعني. تسلم. وبتخيل انه هذا الشيء يعني انت بتستاهليه ديما، انت بتستاهليه، لانه انا متاكد 100% انه انت عن طريق هذا الشيء رح تعطي الامل لكتير ناس، إن شاء ورح الله يا رب، تكوني إن شاء الله. رح تكوني شخص يعني. انت هلا هذا الشخص اللي عم يعطيه هي الطاقه الايجابيه للناس، وبتخيل انت مع الوقت كمان هذا الشيء رح يستفاد منه مو بس انت وانما كتير عالم. إن شاء الله يا رب. ويعني شو امنيتك ديما؟ شو امنيتك بالحياه؟ أمنيتي؟ اللي بتمناه هو كتير أشياء بصراحة. بتمنى أول شيء إنه عندي رسالة إني أوصلها وتوصل صح للمجتمع، هو بيخصنا للمجتمع العربي اللي بيشوفني أنا كشخص معاق، أو بيشوف أي شخص عنده مشاكل يعني صحية أو مشاكل هو ما اختار تكون بحياته. عندي رسالة إنه هن عندهم قدرات، هن عندهم الشيء، القوة والإيجابية اللي أي إنسان ما عنده إياها.
برغم انه هو لنفترض برجل او برجلتين او بايد او بايدتين. الفكره انه او ما يكون عنده اطراف، يعني خلينا نكون واضحين، يعني ومشيه دغري، يعني انه ما يشوفه انه هو بلا اطراف، يشوفه كيف قلبه وكيف عقله، يقدر يدخل لجوا قبل ما يطلع لبرا. لان الشكل ما بيعتمد على الانسان، لو الشكل بيعتمد على الانسان كانت الدنيا ما هيك. وعندي امل انه يا رب تنصلح هاي الدنيا اكيد، وكون بصراحه مثل ما بيقولوا امل لاي حدا بهاي الحياه، او كون ايد المساعده لهاي الحياه. انا عندي حلم بصراحه، وان شاء الله يا رب اقدر احققه، يعني قوه وايمان انه افتح جمعيه. يمكن ما هلا تكون، او يمكن لبعد 10 سنين، لا ربنا ييسر اكيد. انه تكون هي ايد مساعده لكل حدا محتاج، وغير اني اركض وكفي دراستي وانجح بمشروعي. هو اكيد رح يكونوا، يعني انا متاكده رح يكونوا، بس هدول الشغلتين اللي انا بتمنى يعني، وان شاء الله يا رب الله يقدرني وحققهم، اني هو اقدر اغير بالمجتمع تبعنا ووصل الرساله للاشخاص اللي بيشوفوا اللي بيشوفونا احنا كاشخاص معاقين او كاشخاص ناقصين. النقص مش بنقص الجسم، النقص بنقص القلب، نقص العطاء، نقص الحب، ونقص الامل، ونقص كل شيء قبل ما يكون نقص خارجي.